ما الذي يعينك على أن تنجح في اختبار النساء؟ ما الذي يعينك أن تنجح في اختبار المال؟ وكلكم سيختبر بكل هذه الاختبارات، واللي اختبر بيعرف، واللي ما اختبر يجهز حاله لأنك ستختبر. ما الذي يعينك في هذه الاختبارات أن تنجح؟ يعينك كثرة ذكر الله تعالى، أن تكون دائم الذكر. نصيحة يا أخوان، أكثروا من ذكر الله تعالى، اشتغلوا بذكر الله تعالى، اجعلوا ذكر الله تعالى رفيقكم، اجعلوه نشيدكم، اجعلوه جليسكم، خلي الذكر ديدنك، خلي الذكر عادتك، لأنك كثرة الذكر تجعلك قريبا من المذكور. فهلأ إذا عرضت لك شهوة وأنت قريب من المذكور تقول معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. إذا عرض لك مال حرام وأنت قريب من المذكور تقول الحلال بين والحرام بين. إذا عرض لك حب الرئاسة وأنت قريب من المذكور تعلم بأن لحظة قرب مع الله أحسن من الدنيا وما فيها، والدنيا كلها ما بساوي عند الله جناح بعوضة. اثنين، لزوم مجالس العلم، لأنه مجالس العلم، العلم كاشف، يكشف لك هذا الطريق، يكشف لك بأن هذه الفتاة إذا كانت بالحرام ستؤذيك في الدنيا وفي الآخرة، وعندما يكون زواجا في الحلال يسعدك في الدنيا والآخرة. شايف بقى مجالس العلم بتذكرك. الله عز وجل قال الذكرى تنفع المؤمنين، فذكر إن نفعت الذكرى. المؤمن بيعرف أسباب بحضور المجالس العلم، إذا كان نسيان بيرجع بيتذكر، وبينسى، واحدنا بينسى، يعني مع أنك أنت بتعرف كثير شغلات بس بتنساها في زحمة الحياة. وإذا إلك مجلس علم دوري، كل يوم تنين عندك درس، كل يوم جمعة عندك درس، إذا صار يوم الثلاثة الأربعة نسيت ترجع يوم الجمعة بتتذكر، إذا السبت أحد نسيت ترجع يوم التنين بتتذكر، وكلما أكثرت من مجالس العلم شغلة منيحة. فذكر الله تعالى يعينك على النجاح في الامتحان، ومجالس العلم تعينك على الامتحان، والصحبة الصالحة تعينك على الامتحان. شايف كمان لما الصاحب الصالح بيساعدك، لأنه الصاحب الصالح يذكرك إذا نسيت ويعينك إذا ذكرت. إذا شافك في خطأ بيجي بيقول لك تعال هون، كيف أنت عم تعمل هيك؟ نحن من جماعة المساجد، نحن من جماعة نريد إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، كيف هيك بتساوي؟ أما مو أنت بتستر علي وأنا بستر عليك. لا، المؤمنون لبعضهم نصحة والمنافقون لبعضهم غششة. فالذكر والعلم والصحبة، ورابعا وأخيرا اللجأ إلى الله تعالى. والله يا أخوان شيء صعب، شيء صعب. إذا ما التجأت إلى الله أن يعينك فالواحد الحقيقة بيسقط، والله يعني شيء صعب. واحد يمشي في الطريق يشاهد أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. الشباب الغير متزوجين، يعني المتزوج عنده زوجة يمضي إليها، بس غير متزوج إيش بده يعمل؟ كيف بده يثبت؟ إذا ما التجأ وضرع إلى الله عز وجل بيفرط أمام المال الحلال والمال الحرام. يا أخي القرش الحلال صعب، صعب، والحرام متوفر. كيف أنا بدي أثبت؟ يعني شايف أن المال أمامي الحرام بس ما مد إيدي. إذا ما في لجأ إلى الله وطلب المعونة من الله، إياك نعبد وإياك نستعين، وإلا بفرط. كيف يا أخي أنا نفسي تدعوني إلى الترأس وتدعوني إلى المباهات والعجب والتكبر، كيف بدي أنجو منها؟ بدي لجأ إلى الله تعالى. فالذكر والعلم والصحبة واللجأ إلى الله تعالى تعينك.